يوم الاربعاء من كل اسبوع طبعا بنبدا اجتماع مجلس تحرير برئاسه الاستاذ ايمن بدره، وبنحط النقط على الحروف وبنتم الاتفاق على المواد العدد الجديد. وبيوم الخميس بيبدا توزيع الماكيت اللي هو بنحط فيه الاعلانات وبنحدد المواد التحريريه، وبيبدا التنفيذ فعلا يوم الجمعه. يبدا رسم الماكيتات والتنفيذ في نفس الوقت، بتعمل صفحات فوتوشوب بالصور وتيجي على قسم التنفيذ اللي انتم شايفينه حضراتكم هنا، وبيبدا ينفذ الصفحات. على ان احنا يوم الغلاف بيتم بقى يوم الطبع يوم الاحد، يوم الاحد مساء، وبالتالي بيطلع جنان فجر الاثنين من كل اسبوع. فجر الاثنين اللي اذا كان في لنا المراحل اللي هي بتمر بيها الجديده من بعد الاجتماع. بعد الاجتماع بتبدا المحررين بيبداوا يجيبوا الماده التحريريه اللي هي تم الدفاع عليها يوم الاربعاء. تمام. بتيجي للديسك المركزي. الديسك عندنا بيعيد صياغه الماده، بيكتبها من ناحيه اللغه العربيه، من ناحيه المهنه ازاي تكتب خبر صحفي، ازاي تكتب موضوع صحفي. وبعد كده بتخش الرئيس التحرير مدير التحرير التنفيذي بيراجع الماده كلها وتعدى على رئيس التحرير، ويبدا رئيس التحرير يوزعها على بناء على الماكيت اللي احنا عملناه يوم الخميس. تمام. وبالتالي بعد كده يبدا الماده رئيس التحرير يبعتها لقسم الاخراج. بتيجي عندنا في قسم الاخراج بنبدا بقى بناء على ترقيم الصفحات وتوزيع مجلس التحرير بنبدا نشتغل. يبدا رسم الماكيت زي ما حضرتك بنشوف مثلا رسم الماكيتات بالشكل ده. هي بس عمليه استرشاديه الرصاص، لان الرصاص ده بيتل. عمليه استرشاديه بيعملها كماكيت، يعني كماكيت كده تصور لشكل صفحه بيعملها سكرتير التحرير، وبعدين بيقعد دلوقتي سكرتير التحرير بيقعد على الفوتوشوب بيقعد يعمل الديزاين ده على الفوتوشوب، تصميم ينزل صوره وبعض العنوان بيكتبها على الفوتوشوب. وبعد كده بيروح الشغل ده بيجي لقسم التنفيذ زي ما حضرتك بنشوف كده، بيجي ينزل الماده التحريريه. صغر محمود كده، بيجي ينزل الماده التحريريه وبيجي ينفذ. الاخ محمود مثلا عندنا في قسم الاخراج بيجي ينفذ الماكيت صفحه 33 فيها النهارده مثلا الحدث المزعج اللي هو اصابه عمرو جمال بالرباط الصليبي، وان شاء الله هو الحد مسافر. تمام. وباذن الله يرجع لنا على خير ان شاء الله. الشاب الجميل دوت الغزال، غزال الاحمر، احنا عندنا غزال الاسمر الله يرحمه الكابتن ابراهيم يوسف، فان شاء الله رجعنا بالسلامه. وكم من لعيبه اصيبوا بالرباط الصليبي ورجعوا ما شاء الله يعني، ونور الملاعب مره ثانيه. وبالتالي بيتم التنفيذ بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده، وخلاص بيطلع بروفا. الشكل بيطلع بروفا بعد كده خطوه الاخيره، بتطلع بروفا مثلا ده موضوع ثاني. تمام. بتطلع بروفا مثلا زي موضوع الكابتن حسام بدري عندنا حوار معاه النهارده، بيطلع بروفا، بتطبع بروفا. ده بيبقى الفاينل بقى على الطبع على طول. الشكل النهائي قبل الطبع مباشره. قبل الطبع مباشره بتروح لرئيس بتروح للتصحيح نسخه. تمام. وبيروح لرئيس التحرير نسخه بحيث تصحيح يراجع اللغه العربيه، ورئيس التحرير يراجع تاني الموضوع لو في وجهه نظر اي حاجه تتجدد بتاع. بناخد بعد كده شغل التصحيح وشغل رئيس التحرير، ونيجي هنا تاني نعمل التعديل النهائي ونمشي على طول نبعت على المطابع المطبعه. على المطبعه هناك بقى بيتعمل زنكات ويركب على المكنه. كل سنه وانتم طيبين. شكرا جزيلا. اهم العناوين اللي جت النهارده في اصدار اخبار الرياضه غدا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا عاملين عدد من الموضوعات اللي بنحاول نتميز فيها. يمكن عاملين حوار مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الاولمبي، بيتكلم فيه على حاجات كتيره جدا. واحنا طبعا مقبلين على مباراه مصر والسودان، فطبعا مباراه مصريه. حسام البدري يدعم بشده شوقي غريب، بيقول انه عيب جدا ان حد يفكر ان احنا نبقى خليفه او ان حد يقول ان انا ابقى خليفه لشوقي غريب في هذه الفتره، وان دعم المنتخب واجب. بيقول ان هو بيؤكد ان مفيش اي تدخل في عمله، بيتكلم في حاجات واسرار كتيره جدا بيكشفها لاول مره عن محاوله اغتياله حتى في ليبيا. بيتكلم عن علاقته بمانويل جوزيه وبتوقعاته من جريده المدير الفني للنادي الاهلي. عاملين ايضا حوار مع غزال النادي الاهلي الجديد والشاب عمرو جمال. عمرو الحقيقه بيتكلم على ازاي تعرض للاصابه، تاثيرها النفسي عليه. بيتمنى انه كل جماهير مصر تدعي له. طبعا التالق اللي عمله عماد متعب بالامس في لقاء دمنهور، واحرازه 3 اهداف بعد فتره غياب، وبعد ما الناس يعني كانت شايفه ان هو يمكن يكون مبتعد شويه عن النادي الاهلي.
عماد متعب جاي تألقه في الوقت اللي كان خد فيه حكم بالحبس في قضية الخلاف أو الخناقة اللي حصلت مع أمين الشرطة. فهو بيقول يعني إن أنا مش وش سجون، وإن أنا يعني عايز يعني أخدم النادي الأهلي وأتألق. في طبعا حالة من القلق جوه القلعة الحمراء بشأن الإصابات والمستوى المهتز لفريق النادي الأهلي. إذا انتقلنا بقى لجانب الزمالك، طبعا الكلام معظمه بيدور حول قضية استاد حلمي زامورا اللي أصبح استاد عبد اللطيف المرجيلة. وعبد اللطيف المرجيلة طبعا هو فعلا اللي دفع فلوس بناء هذا الاستاد، ولكن كان بيسمى باسم قيمة كبيرة في تاريخ نادي الزمالك المهندس محمد حسن حلمي الشهير بزامورا. الخلافات ما بين أسرة نادي الزمالك حوالين الاحتفاظ بالتاريخ ولا البحث عن المليارات، كل هذا وتدخل الأوقاف في هذا الأمر ده احنا بندور عليه. أيضا بنتكلم على الحوار اللي دار ما بين حسام والمستشار في مباراة المرتقبة اللي كانت ما بين الاتحاد السكندري والزمالك اللي فاز فيها الزمالك، وكانت مثار اهتمام الجميع لأن التوأم ترك الزمالك قبل يعني أسبوعين تقريبا. أستاذ أيمن نرحب بحضرتك، شكرا لك، أشكرك جدا جدا.